معرض الأزهر للكتاب السنة دي مختلف تماما. بيضم السنة دي أولا على مساحة مميزة جدا داخل المعرض، وبيضم عدد كبير جدا من إصدارات، يعني على سبيل المثال مجمع البحوث الإسلامية اللي هو أحد قطاعات الأزهر بيحتوي على ما يقرب من 130 عنوان موضوع، مشارك بإصدارات مميزة جدا في اللغة وفي التاريخ وفي الفكر وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي علوم القرآن المختلفة. بيقدم بشكل نوعي جدا الجناح السنة دي فعاليات ثقافية وفعاليات اجتماعية ورش عمل، بيقدم عروض للطلاب، بيقدم أبرز المواهب والفنون لطلبة جامعة الأزهر. جامعة الأزهر برضو بتشارك معنا بدوريات علمية لكليات الجامعة المختلفة، عندنا مرصد الأزهر للفتاوى، عندنا لجنة للفتوى برضو، عندنا يعني تنوع كبير جدا، عندنا مجلة نور من خلال رابطة خريج الأزهر. فالفعاليات تماما مختلفة وفي إقبال ما شاء الله كويس جدا السنة دي على كتب الأزهر، يعني معدل سحب عالي جدا على الكتب السنة دي إن شاء الله. في كتب، يعني كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عن الشريعة وكتب عن الفكر لكبار علماء الأزهر القدامى والحاليين، ففي ما شاء الله مشاركات في نوعيات كتيرة جدا، في محمد صلى الله عليه وسلم، في عندك حاجات في كتب عن القدس، ودي لأول مرة احنا عندنا برضو كمان مكان مهيئ كمان لعرض إصدارات القدس لوحده داخل الجناح كنوع من الـ الأهداف لمؤتمر القدس اللي عمل الأزهر السنة دي، وإن القدس إن عام 1818 يكون عام القدس. الأزهر بس بينزل في الوقت المناسب، بينزل لما يكون عنده الاستعداد الكافي والتام إنه يقدم، لأنه هو رسالته عالمية ورسالته محلية، بيستهدف جوانب معينة، بينزل في الوقت المعين في الوقت المناسب، دايما بتلاقيه موجود على كل الساحات. إذا كان بعض الإعلام بأحيانا يتجاهل فدي مش قضيته. يعني المركز هو صوت الأزهر إن شاء الله تعالى للآخر بمبدأ اقرأ عني أو اقرأ مني لا تقرأ عني. المركز إن شاء الله تعالى بيعمل على توصيل الصورة الصحيحة للإسلام من خلال الترجمات اللي بنقوم بها لأكثر من 13 لغة. الزوار اللي جايين للأزهر يفوق المئات، من الصبح احنا مش ملحقين، واعتقد ان هيصل للالاف، لان الازهر الشريف بشكل عام لديه المصداقيه والثقه في نفوس الشعب المصري، وليس الشعب المصري فقط بل في نفوس كل عربي ومسلم.